صافي خليها تما بلاتي ما تمسش بيدك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تيفي مباشرة، معكم من منطقة الحي المحمدي، بالضبط المحل اللي تم الهجوم عليه من طرف عصابة مكونة من 5 أشخاص، يعني غير ديرة زوينة. والحق ما تدعش مولاه، هذه القبضة ديال السلاح الأبيض طاح لأحد الأشخاص اللي نفذوا العملية ديال الهجوم وفيهم البصمات، يعني جدار وصول الشرطة العلمية من أجل أخذ البصمات من القبضة ديال السلاح الأبيض اللي كان هزو واحد من العصابة اللي هجمات على المحل. هذا دليل كافي باش يجيبوا العصابة اللي هجمات على المحل، يعني القبضة كلها بصمات ديال أحد العناصر اللي هجموا على المحل بالأسلحة البيضاء، يعني مشير بشنوية على الشخص اللي تخزن تحت الكونطوار طاحت ليه هادي. امامكم هذا دليل قاطع اللي فيه البصمات ديال احد الاشخاص اللي نفذوا هذه العمليه ديال الهجوم على المحل بيع المأكولات السريعه في حي المحمدي بطوار القديم، يعني هذا غادي يجيبهم كامل ان شاء الله. يعني هادشي شكل واحد الرعب وهرب الكليان كاملين كما كتلاحظوا، يعني الناس غتولي تخاف تجي تعشى يا وليداتنا. المحل شخصيا احتفظ بهذا الدليل. هذا هو المكان اللي يشير بها واحتفظ بها صاحب البحر. صباح الخير.